النادي الاهلي بيسقط في فخ التعادل السلبي قدام البنك الاهلي بعد ماتش ممكن تقول ايه نوع فخ من الكابتن محمد يوسف، وقع فيه بيتسو موسيماني سواء بقراراته الشخصية او بظروف المباراة اللي كان فيها طبعا تحولات كتيرة بخلاف طبعا بعض الاخطاء التحكيمية من وجهة نظري، ولكن طبعا انتوا زي ما احنا متعودين في ترند يلا كورة في التحليل ما بنتكلمش على الاخطاء التحكيمية. اخطاء تحكيمية ممكن تتناقشوا معايا فيها على السوشيال ميديا او على اللايف، لكن هنا بنتكلم فني بحت وبنتكلم على التاكتكس بس. بيتسو موسيماني بدون اي مبرر بدون اي داعي بدون اي سبب فجأة قرر ان هو يلعب بيه فولس ناين او المهاجم الوهمي، ورغم انه عنده محمد شريف المهاجم اللي ابدع في بداية مباريات الاهلي في الدوري والقادم من المهاجم القادم من الجونة وولتر بواليا، خلى الاتنين معاه على الدكة وبدأ يلعب بيه الفولس ناين ويحاول يثبت لنا ان هو يقدر يعني يورينا نسخة من نسخة برشلونة مع جوارديولا 2009 و2010 لما كان ميسي بيلعب فولس ناين. بيتسو موسيماني ضيع نفسه بنفسه تكتيكيا في المباراة بعد ما فشل النادي الاهلي في اختراق دفاعات الكابتن محمد يوسف اللي لعب زي كرة التسعينات بالظبط 5-3-2 خماسي خلفي ما بيتقدمش، التو فول باكس بتوعه ما بيطروش ما فيش اي تقدم للهجوم ثابتين، والثلاثه الهاف ديفندرات اللي قدامهم بيضموا عليهم في مساله الدفاع، والاثنين تو سترايكرز فادي فريد واحمد علي بيرجعوا في الحاله الدفاعيه يدافعوا من نص الملعب. بنتكلم 10 لعيبه تحت الكوره من عند نص ملعب البنك الاهلي، وبالتالي هذا الشكل كله مع ظروف المباراه بدا الوقت يتسرسب من بيتسو موسيماني ولعيبه النادي الاهلي لغايه طبعا بعد لما وصلنا للوقت بدل الضيع وبدا النادي الاهلي يضيع الفرص وتروح المباراه. السؤال هنا اللي محتاجين نجاوب عليه، بيتسو موسيماني ليه ساب محمد شريف وساب وولتر بوالي على الدكه ولعب بوليد سليمان؟ انا حاولت على قد ما اقدر ان انا افهم فلسفه الراجل، ان هو حتى في الشوط الاول يعني وليد سليمان ينزل ويطير وراه كهربا ويطير معاه علي معلول، ربما تكون هي دي الفكره الوحيده كان عايز يطبقها عشان يهاجم باكبر عدد من اللعيبه وبدر بنون وايمن اشرف يفتحوا محمد هاني يبقى لحد ما مرتكن معاهم ورا عشان يعني يحاول يحط بعض التوازن الدفاعي تخوفا من اي هجمه مرتده ممكن البنك الاهلي يعملها عن طريق احمد علي وفادي فريد. وهشرح لكم على البورد اصلا المفروض كتاب الكره بيقول ايه لما فرقه قدامك تلعب بخمسه، لكن هرجع تاني سريعا اقول لكم اللي انا كنت بقوله في حلقه الترند يلا كوره في ماتش التاج الحربي. العدل في الكوره شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. محمد شريف ماشي معاك مهاجم صريح بيخلق كم هائل من المحاولات على المرمى وبيقدر يصنع فرص وبيهدف على قد ما يقدر، لكن كان ماشي بشكل ممتاز جدا بدون ادنى داعي رحت حطه على الدكه اول لعبته قدام سوني ديب جناح، ولا احمد ياسر ريان كان احمد ياسر ريان كان موجود في الفرقه لعبته مهاجم صريح ونزلت محمد شريف وينج وما ادكش اللي انت عايزه. في الماتش اللي وراه وولتر بواليا نزل اول مباراه حطيت وولتر بواليا اللي جاي من بيتهم لعبته اساسي وحطيت محمد شريف على الدكه في قرار كان ظالم جدا 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 من وجهه نظري الشخصيه. جيت النهارده كل حاجه باظت منك، وليد سليمان رغم ان هو كان مصاب في الاحماءات اصريت ان هو يكمل عشان تنفذ طريقتك، اتصاب وما قدرش يكمل معاك اكتر من 29 دقيقه خرجته، نزلت وولتر بواليا اللي عنده مشكله واضح جدا ان الراجل لسه مش فاهم سيستم النادي الاهلي وطريقه لعبه، وانا ياما اتكلمت على حته انت لما تشتري مهاجم صريح من فرق متوسط الدوري ما تفتكرش ان عقليته ممكن تتماشى مع عقليتك، انا عمري ما شفتها في مصر، يعني عمري ما شفت مهاجم صريح جه من فرقه متوسطه او فرقه بتنافس على الهبوط لفرقه قمه ولعب بنفس عقليه فرقه القمه. ليه؟ لان المهاجم الصريح في الفرقه دي بيبقى دايما هو التارجت مان. يعني ايه تارجت مان؟ اول ما الكوره تجيلي افنش، اول ما الكوره تجيلي اشوط، اول ما الكوره تجيلي اتخلص من الكوره اخلص، لكن مش هقدر ارجع والعب مع زمايلي وانزل اسلم واستلم والف واخد مساحه واجري، مفيش الكلام ده. وده فعلا شفنا عليه مثلا النهارده وولتر بواليا ما قدرش ينقذ النادي الاهلي. محمد شريف من ساعه ما بدا يلعب كاحتياطي مضغوط محطوط تحت الضغط وكمان بيلعب متطرف مش مكانه، فما تنتظرش منه الاداء اللي انت كنت منتظره منه في البدايه، فكل حاجه باظت بقت عامله زي الدومينه، انت وقعت كارت فكل الكروت
بعد الكارت ده وقعت، فما تجيش تقول هو ليه الكارت الاخير وقع، لا هو الكارت الاخير وقع لان انت من الاول زقيت اول كارت، كل حاجه باظت. فتعالوا مع بعض على البورد اشرح لكم. طب كتاب الكوره بيقول ايه؟ لو في فرقه بتلاعب فرقه بتلعب بخماسي دفاعي، ما قدامكش غير حلين لا ثالث لهما، هما حلين بس. الحل الاول انك تعمل التكتيك بتاع كره اليد، هتلعب بتلاتة على الجناحات يبقى تلعب تكتيك كره اليد، مونديال اليد اللي احنا بنتابعه. ايه التكتيك بتاع كره اليد؟ الكوره تتمرر من لمسه واحده باسرع سرعه ممكنه. ليه؟ عشان الخماسي دول والثلاثي اللي قدامهم تبدا تطلع فجوات ما بينهم، الفجوه دي عمرها ما هتطلع غير لما الكوره دي تتسلم من لمسه واحده، ده يسلم ده وده يظهر لده فيسحب ده معاه فده يطلع معاه، هنا تطلع مساحه او نبدا نمرر الكوره كده اهو، وده هنا نسحب الفرقه ليه الجنب ده كده اهو، واقعد اسحبهم 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 اسحبهم، ده يخش جوه فده يطير من وراه، فالكوره تتلعب عكسيه زي كان بيلعبها برشلونه، الفرقه بتتسحب على جنب وعلى طول الكوره العاليه الطوليه تتلعب من اللي هي الكره العابره للقارات. تفتكروا المعلق الكلاسيكي كابتن اشرف شاكر كان دايما يقولها الكره العابره للقارات، العابره للقارات، تسحب الفرقه لهنا وتروح لاعب الكره العابره للقارات، لده يبقى عنده مساحه فاضيه لان كل الفرق اتسحبت هنا اهو. ده التكتيك لو انت عايز تلعب بثلاثه وتلعب بمهاجم الوهمي، بس لازم مهاجم وهمي سريع خفيف، ميسي بيدرو هما دول كانوا بيعملوا المهاجم الوهمي مع جوارديولا، لعيبه صغيره وسريعه. لكن وليد سليمان يلعب مهاجم وهمي؟ طب ما هيتصاب، ما يقدرش، ولا بدنيا يقدر ولا عمرا يقدر، ما يقدرش ما يقدرش. عشان كده ال 28 دقيقه هو اصلا مصاب في الاحماءات، عشان كده في ال 28 دقيقه اللي لعبهم ما قدرش يديك اللي انت الشكل اللي انت عايزه. كمان ايه المحاولات اللي الاهلي عملها في الشوط الاول؟ كلها تسديدات من خلال منطقه الجزاء. ليه؟ لان في ترسانه واقفه قدامك، في ترسانه واقفه قدامك، وكل التسديدات بلوك 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 بلوك، الناس عماله تزحف على الارض عشان تمنع التسديدات، وانت ما عندكش وسيله ثانيه غير انك تشوف من بره منطقه الجزاء. ليه؟ ما عندكش حلول. طيب ده الاوبشن الاول اللي انا قلته لكم. ايه الاوبشن الثاني عشان تلعب قدام الخماسي؟ تتخلى عن الثلاثي الامامي وتلعب بالتو سترايكرز صراخ، تحطهم جوه منطقه الجزاء. شكرا بقى يا باشا، فكك بقى من موضوع الكوره والاستحواذ والكلام ده، تلعب 4 4 2 فلات ويتحط اتنين جوه منطقه الجزاء، الكوره جت من يمين حضرتك يبقى الجناح ده يخش هنا يكمل ثلاثه، ونطلع واحد كمان من نص الملعب يبقى اربعه، وتلعب الكروس العرضي، وكل ما تعمل اكبر عدد من الكروسات العرضيه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في واحده منهم تجيب بيها جون وانتهى الموضوع. ده اللي احنا نعرفه ازاي تكسر بيه اي تكتيك لفرقه بتلعب خماسي. البنك الاهلي كمان كان بيلعب امانه بيلعبها بطريقه عشوائيه جدا، عشوائية جدا، زي ما كده لما بتلعب نروح نلعب خماسي وكم تلعب مع فرقة يعني ما بيلعبوش كورة كويس قدام فرقة جامدة جدا، فبيعملوا ايه؟ الفرقة كلها بترجع تدافع، واول ما الكورة تجيلهم هوب يروح مطفش. فده معناه ايه؟ الاستحواذ اللي احنا شفناه، الاستحواذ اللي وصل ليه في بعض الاحيان ل 80% ل 20%، فالكورة معاك، السؤال هنا بتعمل ايه بالكورة؟ اوكي انت خدت الكورة عملت بيها ايه؟ ما عملتش بيها حاجة. ليه؟ انك بتلعب غلط. موسيماني من بدايه المباراه عايز يقول يا جماعه انا جوارديولا، انت مش محتاج انك تقول انت جوارديولا، انت مش محتاج، انت محتاج انك تكسب، محتاج انك تلعب الطبيعي، تحط كل واحد في مكانه، تحط كل واحد في العدله بتاعته، ما تالفش. سبب التاليف بجانب طبعا عشان اكون امين جدا جدا مع حضراتكم، اكيد طبعا في اخطاء تحكيميه في وجهه نظري، في جون هدف صحيح ان الاهلي ما اتحسبش الهدف اللي جاب ايمن اشرف، وطبعا ركله الجزاء ده من وجهه نظري الشخصيه، ممكن مليون واحد يختلفوا معايا، ولكن انا مقتنع ان النادي الاهلي كان ليه هدف صحيح وليه ضربه جزاء، لكن ده مش موضوع. بخلاف ده انت الفت بيتسو موسيماني، انت الفت الفت، عايز تقول للناس انا اقدر العب مهاجم وهمي، اقدر العب محمد شريف ماتش، اقدر العب ووتر بول ماتش. لا، مفيش فرقه كبيره تستحمل هذا الكم من التغييرات كل شويه، بتغير في تكتيك اللعب، بتغير في خطه اللعب، بتغير في مراكز اللعيبه، ده ما ينفعش، ده ما ينفع. ومش دلوقتي، انت لسه ما قدمتش امارات كبيره، احنا بنتكلم على الموسم اللي فات، طبعا دوري الابطال والكاس كلها كانت تكمله الموسم، انما انت لازم تقدم اماره في الدوري، زي ما فايلر السنه اللي فاتت قدم اماره لما كسب ال 17 ماتش ورا بعض، كانت اماره واضحه، الراجل غير من تكتيك الفريق وغير من مراكز اللاعبين لما اطمن على مركزه في الصدارة، وكان في جاب وفي كمان سرعة في الأداء. إنما النهاردة اللي شفته أنا من النادي الأهلي فيه
مشاكل كبيره جدا 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 في تعامل بيتسو موسيماني مع مجريات المباراه. نص ساعه ضاعت منك في وليد سليمان المصاب، نزل ووتر بواليا. خلينا نتكلم عن ووتر بواليا شويه. ووتر بواليا انا قلت مش هحكم عليه غير طبعا طبيعي بعد كذا مباراه، ولكن تاكد لي انه مهاجم تارجت. يعني ايه مهاجم تارجت؟ راجل كل خطورته في المنطقه دي، الحته السوداء دي، دي خطورته. ووتر بواليا اول ما ينزل بره المنطقه اعرف انه فقد 50% من قوته. ليه؟ لو ضغط عليه سهل جدا جدا تقطع منه الكوره، ما عندوش قوه كبيره انه يقدر يحافظ على الكوره تحت الضغط، ما عندوش. والكوره قطعت منه طبعا. بالاكيد بنلعب برده في ملعب النهارده كان كله امطار، فاكيد في مشكله بين اللاعبين، ولكن انا بقيم اداء ووتر بواليا. ووتر بواليا كمان لما بيتحط تحت الضغط ان هو عايز يجيب جون، وعارف تاريخ ازاره مع جمهور الاهلي، وعارف مشاكل مروان محسن مع جمهور الاهلي، وواضح جدا ان الكره ما بتجيله داخل منطقه الجزاء عنده ازمه في الفينشنج. ليه؟ مش ان هو وحش، هو بيعمل جامب حلو جدا، لكن عشان هو متوتر. هو متوتر، هو عارف ان جمهور الاهلي عايز المهاجم الهداف، انه بيعاني من الامر ده بقاله فتره، فنازل كل جامب بيجي يعمله هو متوتر. التوتر ده بيخليك تخسر الفرصه اللي بتجيلك. وشوفنا النهارده ثلاث كرات عرضيه جوله حطهم بالهيد كلهم بره. ليه؟ مش مركز، متوتر، في توتر. والتوتر ده بسبب ايه؟ انه اتحط في ضغط انا في وجهه نظري كان ممكن يتم تاجيله. محمد شريف شغال معاك كويس، بتغيره ليه؟ المكنه شغاله معاك كويس، انت ليه بتلعب فيها؟ ما تلعبش فيها، سيبها هي شغاله كويس. حط ووتر بواليا اول ما جه كصفقه جديده على الدكه. انا لما قلت الجمله دي في احد اللايفات بتاعتي، بعض الناس قالوا لي يا كريم يعني النادي الاهلي مشتري مهاجم ب 2 مليون دولار عشان يحطه على الدكه؟ يا سلام، طب ما انت النهارده حطيتني على الدكه، ولا ووتر بواليا النهارده ولا محمد شريف، مفيش، محدش هيلعب. لعبت وليد سليمان في ماتش انت عايز 3 نقط. المنافسه على الدوري على فكره قويه السنه دي، واضح. وانت بتخسر 4 نقط، خسرت 2 قدام وادي دجله، وخسرت 2 قدام البنك الاهلي، قدام فرق مفروض يفترض ان هي فرق مش منافسه اصلا. يعني تاني واحده من النقط الواضحه جدا جدا في اداء النادي الاهلي الهجوم طبعا النهارده، النادي الاهلي دفاعيا ما كانش عنده اي مشكله، هجمه وحيده فقط بس للبنك الاهلي خلال دقائق المباراه كلها، ليه؟ احمد علي بشطها بطريقه سهله جدا، ما كانتش يعني ما عملتش اي خطوره على محمد شناوي، وبالتالي مش محتاجين نتكلم على دفاع النادي الاهلي ولا نتكلم حتى على خط هجوم البنك الاهلي، ان المباراه كلها يعني سيستم واحد من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. خلاف الاخطاء التحكيميه اللي انا قلتها، بيتسو موسيماني هو من يتحمل ضياع نقطتين بسبب التاليف الفني. انت مش محتاج تالف، العب العادي بتاعك واعطي كل ذي حق حقه، لان العدل جزء من الرياضه، العدل جزء من الرياضه. محمد شريف ما عملش حاجه غلط عشان يلاقي نفسه طلع بره التشكيل او من مركز المهاجم الصريح اللي قد فيه بشكل جيد جدا، ما عملش حاجه. ايه الغلط اللي عمله؟ طيب ووتر بواليا خد كذا مباراه كمهاجم صريح، ما جابش ولا جول، وحتى ما بيصنعش فرص. ليه؟ لان كل الفرص اللي بتجيله كرات عرضيه، ما بيصنعش فرص، وكان جات له حتى في ماتش التاج الحربي انفراد. فهنا اكيد مش استحاله ياخد درجه زي اللي خدها محمد شريف في اول مباراه غايب، مباراه الاتحاد السكندري اللي وصل فيها لقمه ادائه. ضياع النقط النادي الاهلي لازم الجهاز الفني ياخد باله منه، ولازم يخلي باله، ولازم يحلل اداء الفريق بشكل افضل من كده. التحليل سيء جدا في اداء يعني ادواتك اللي انت بتستخدمها، انت معاك ادوات كتيره جدا مش عارف تستخدمها، ووصل بيك هذا الامر النهارده. شفنا التغييرات، طار محمد طار، ما فيش اي اضافه. ليه؟ تغيير ما عملش حاجه، هيعمل ايه؟ ايه الاضافه اللي هيضيفها؟ ما فيش. لعبك عشوائي، انت مش عارف تلعب ايه قدام الاسلوب ده، مش عارف. فانت بتقول ايه؟ خلاص انا هعمل اي تغييرات عشان اجدد دم الفريق، وبالتالي التغييرات غير مفيده للفرقه. فدي نقطه خطر جدا 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 للنادي الاهلي والجهاز الفني، لازم ياخدوا بالهم منها خلال الفتره الجايه، خصوصا ان انت رايح تلعب في مونديال الانديه، وعندك بعد مونديال الانديه عندك السوبر الافريقي، وعندك بدايه مشوار دوري الابطال. ده كان تحليل مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي، خسر بالتعادل السلبي. طبعا اكيد الف مليون مبروك للبنك الاهلي، ايا كان اسلوبهم ما يعجبش طبعا محبين الكوره، واكيد طبعا جمهور الاهلي مش سعيد بالنتيجة، ولكن تغلبوا لعبوا، مبروك ليهم نقطة التعادل، هارد لك للنادي الأهلي، حاول، وأكيد طبعا تضرر من أخطاء التحكيم، ولكن
انا عارف ان منظومه النادي الاهلي ما بتعلقش اخطائها على شماعه التحكيم، وبالتالي لازم يشوفوا الاخطاء الفنيه اللي ارتكبوها واللي تسببت في ضياع النقطه الرابعه على النادي الاهلي في مباريات الدوري هذا الموسم. شكرا جزيلا لكم، وكنت معاكم كريم سعيد.